وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، المواقف المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تقبل المزايدة بأي حال من الأحوال. تعليقك على ما ورد في التصريحات الأمريكية وتحديدا تصريحات جو بايدن. يعني في الحقيقة هو التصريحات الرئيس جو بايدن بتحاول ان هي تغطي على الموقف الاسرائيلي، على ما اتهمت به اسرائيل بانها بتمارس اباده جماعيه، انها بتحول دون دخول المساعدات. يعني الشهاده الحقيقيه والعمليه هي شهاده المنظمات التي تعمل مع مصر لتوصيل هذه المساعدات، يعني مصر لا تعمل لوحدها. هناك في برنامج الغذاء العالمي، منظمه الاغذيه والزراعه، في منظمة اليونيسيف، في منظمة الصحة والإسعاف الأحمر الدولي. نعم. كل هذه المنظمات لم يشكو منها أحد على الإطلاق، بالعكس الأمين العام للأمم المتحدة ذهب بنفسه إلى معبر رفح وانتقد إسرائيل ضمنيا، لم ينتقد، لم يذكر شيئا إطلاقا. بالعكس كل هذه المنظمات وكل المسؤولين، وزراء خارجية، رؤساء وزراء، زاروا مصر وزاروا معبر رفح، قدموا الشكر لما تقدمه مصر من مساعدات. نعم. المحاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية دائما أنها تغطي على إسرائيل لأنها شريكة معها في الحرب. جولة مثلا وزير خارجية بلينكن بعد 4 أيام في المنطقة، ماذا فعل؟ يعني سمعنا كلام كلام كلام، ولكن لم يستطع أن هو يتوصل حتى إلى وقف إطلاق نار مؤقت. نعم. هدنة طويلة. فهنا هو بيغطي على هذا، يعني بيغطي على الموقف الأمريكي، سواء بالحديث عن أن مصر عليها أن تفتح معبر رفح. هل يقصد أن احنا نفتحه للتهجير القسري؟ هذا بيكذب نفس التصريح الأمريكي قبل كده من الرئيس الأمريكي ومن وزير خارجيته، أنهم يتفقون مع مصر على عدم التهجير القسري وعدم إعادة احتلال قطاع غزة وعدم اقتطاع أي جزء من غزة. نعم. برأيك هل هي المماطلة الأمريكية والضوء الأخضر الذي تعطيه الولايات المتحدة دائما للصلف الإسرائيلي وممارساته، أم هو نوع من التصريحات المطاطية لكسب الوقت والمزيد من نزيف الدماء للإخوة الفلسطينيين؟ يعني هو الاثنين، يعني هو تغطية على الموقف الإسرائيلي بدليل أن الولايات المتحدة عطلت قرارات محكمة العدل الدولية ولم تدع مجلس الأمن يصدر قرارا أو يعني يشكل لجنة دائمة بصورة فعالة. أدي ناحية. الناحية الأخرى هو أيضا بيدي فرصة لإسرائيل، يعني ما نسمع كلامهم على أن عملية اجتياح رفح هتكون عملية هتؤدي إلى خسائر فادحة، لذلك نرجو أن تكون عملية محسوبة. يعني من حيث المبدأ هو مش ضد الهجوم على رفح، يعني كلام لو تحليله يجد أن هو فعلا ما زال شريكا فعالا مع إسرائيل بالرغم كل الكلام الذي يقال عن الخلافات وعن أن هم غير متفقين، وأن كل هذا الكلام بيكشفوا مواقف زي اللي قاله الرئيس بايدن من ناحية، وزي اللي قاله المتحدث باسم البيت الأبيض أيضا من ناحية أخرى. نعم. مرارا وتكرارا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في أي قرارات تصدر لصالح الشعب الفلسطيني أو حتى في تمرير الحلول السياسية والدبلوماسية على الأرض. برأيك تفضل. ده صحيح، يعني كأن إسرائيل عضو دائم في مجلس الأمن، يعني هذا حقيقي. إسرائيل من وجهة نظري هي عبارة عن دائرة انتخابية أمريكية، المقاطعة 51 أو الولاية 51 في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نجد دائما الولايات المتحدة وفرت لإسرائيل في عدوانها على غزة الغطاء العسكري، سواء المباشر بإرسال خبراء في حرب المدن اللي كانوا في العراق وكانوا في أفغانستان، والأسلحة تدفقت عليها، الغطاء السياسي بأنها غطت عليها غطاء سياسي في جميع المنظمات الدولية، إن الجولات اللي بقام بها وزير خارجية الخمس جولات ضمان ألا تدخل أطراف أخرى في حرب بحيث أنها تضر بإسرائيل، تصعيد الموقف في البحر الأحمر بدلا من وقف إطلاق النار بيصعد ويتهم الحوثيين بانهم بيهددوا المياه البحريه. فالولايات المتحده الامريكيه متفقه مع اسرائيل على ضروره القضاء على حماس، بالرغم من ان شركائهم الاوروبيين على اللسان
جوزيب بوريل المسؤول عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، قال لا يمكن القضاء على حماس لأنها مش مجرد أفراد، ده منتشرة في وسط الشعب في غزة وفي الضفة الغربية، وقال إنها فكرة ولا يمكن القضاء على الأفكار. فهنا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة التناقضات في موقفها والازدواجية في موقفها واضحة جدا جدا. ماذا عن خطورة توسعة دائرة الصراع والتي حذر منها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني دي في منتهى الخطورة على المنطقة كلها. يعني النهاردة بدأنا نجد أن عودة مرة أخرى عدم الاستقرار في العراق، والولايات المتحدة الأمريكية بتعتدي على العراق دولة ذات سيادة، وتعتدي على سوريا دولة ذات سيادة لصالح من؟ لصالح إسرائيل، ودائما ما تحذر إيران لصالح من؟ لصالح إسرائيل، وتحذر حزب الله، وأفادت مبعوثا خاصا ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف تكاد تكون مقيمة في إسرائيل وتتجول بين إسرائيل والأردن ولبنان لحماية إسرائيل. إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نعم. الولايات المتحدة قالت ليس هناك دليل على ذلك، وكأن الصور التي نشاهدها والعالم كله شاهدها والمظاهرات اللي في العالم والاستنكار في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من مرة 300 موظف يعملون في الحكومة الأمريكية قدموا احتجاج على السياسة الأمريكية المؤيدة تأييد الأعمى لإسرائيل، ومن حوالي أسبوعين 800 موظف من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قدموا احتجاج في داخل الحزب الديمقراطي الجناح اليساري يعني بيتزعمه بيرنز اللي هو اليساري السيناتور اليساري، بيقول ان لابد ان نحافظ على كرامه الفلسطينيين وكرامه الولايات المتحده لكن الامريكيه. لكن على المستوى الرسمي سياسات غض الطرف هي السابقه لهذه المواقف المتخذه حتى لو كانت لصالح الشعب الفلسطيني. مواقف من؟ سياسات غض الطرف، مواقف الولايات المتحده الرسميه عما يحدث على الارض. ده يعني انا اسف التعبير، ده التعامي كليتا عن هذا الموقف الذي اين حقوق الانسان التي صدعونا بها؟ يعني اين حقوق الانسان؟ هل الشعب الفلسطيني ليس له حقوق؟ وفي البدايه في بدايه جوله بلينكن الاخيره عندما تحرك من واشنطن قال ان احنا نريد اقامه دوله فلسطينيه منزوعه السلاح وتضمن الامن لاسرائيل، يعني نكته سياسيه، دوله منزوعه السلاح تضمن الامن لاسرائيل. فهنا يعني الولايات المتحده الامريكيه في الحقيقه لم يعد يعول عليها كثيرا رغم ان هي الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على اسرائيل. نامل ان الاجتماع اللي هيعقد في الرياض المشترك وهتشارك فيه مصر وقطر والامارات وربما اطراف اخرى ان هو يوصل رساله قويه للولايات المتحده الامريكيه ان لقد فاض الكيل، وعلى الولايات المتحده الامريكيه الا تدلل اسرائيل اكثر من هذا والا تدلل نتنياهو لانه فشل. نعم. لم يستطع ان يحقق اي من اهدافه، فبالتالي ليس هناك أي مبرر لحمايته والدفاع عنه وتحويل الأنظار بافتعال مواقف غير حقيقية. نعم، أو حتى الدعاءات فيما يخص معبر رفح تحديدا والتأكيدات المصرية المستمرة بأنها لم تغلق معبر رفح من الجانب المصري بل هي الممارسات الإسرائيلية وقصف المعبر من الجانب الإسرائيلي. ده حقيقي، يعني هو إحنا أنا شاهدت على التلفزيون في بداية توصيل المساعدات أربع مرات يدمروا الطريق تدمير كامل بحيث أن الشاحنات لا تستطيع أن تستخدمه، ومصر تصلح الطريق مرة واثنين وثلاثة واربعة. فمش معقول أنا هبعت ناس أضحي بحياتها وأضحي بالمساعدات اللي تقدمها علشان أقول آه والله أنا، لأن المعبر له طرفين. نعم. أما أن هو يهجر للفلسطينيين غصبا عنهم ويدخلهم لمصر فهذا مرفوض شكلا وموضوعا، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا. نعم، أشكرك جزيل الشكر. هي إذن الثوابت المصرية في الشق الدبلوماسي والسياسي ودعم القضية الفلسطينية وأيضا لإبقاء هدنة إنسانية على الأرض من أجل قطاع غزة وأهالي قطاع غزة بشكل خاص. أشكرك سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق.